السلام عليكم عدنا محاضرة الكارديو فاسكولار الجزء الثاني آه, اللي هي الفاسكولار هنا راح ناخذ Hypertension تنجن يعني شنو علاقة الهايبر وشنو هو Hypertension وشنو آه, اللي يسبب The hypertension is associated with both functional and pathological alteration. It is a common disease and important risk factor for ischemic heart disease, cardiovascular and congenital congestive heart failure. يعني ال hypertension هو المشكلة مو بس به هو إن هو hypertension ارتفاع ضغط الدم عن عن المعدل الطبيعي وكذا. لا يؤدي إلى complication خصوصا بمن بالهارت. فيمكن يسبب لي ischemic heart disease وهذا راح نجي شلون يسوي لي ischemic heart disease. يمكن يسبب لي فاسكولار أو سيربرال vascular يسبب لي مثلاً جلطة دماغية أو congestive heart failure the pathology in hypertension hypertension is associated with two forms of small blood vessel disease. يعني hypertension رح يؤدي لي إلى two ديزيز بالblood vessel تمام هسه أنا شغلي وين؟ شغلي بال بالفيزل فأنا اريد اشوف علاقه الهايبرتنشن بمن بالبلاد فيزل فيجي لك الهايبرتنشن راح يسبب لي مشكلتين بالبلاد فيزل او تو اللي هي يسمونها هايالين ارتريو سكيروسس وهايبر بلاستيك ارتريو شوف انا عندي نوعين من الهايبرتنشن او طبعا الكلاسيفيكيشن اوف هايبرتنشن راح يكون اكثر من نوع من الكلاسيفيكيشن اكل قسمونها حسب هل هو الارتفاع بالسيستوليك بلاد بريشر او هو اللي هو بالارتفاع بالدايستوليك بلاد بريشر واكو حسب ال واكو شنو حسب ال حسب نوع الارتفاع هل هو بناين او مالجنت هايبر يعني اذا بناين شوية الارتفاع يكون قليل بينما اذا مالجنت لا يكون فوق المية فوق المية وستين السيستوليك بريشر مثلا وفوق ال 120 ال diastolic blood واكو حسب الكاوز اكو برايمري كاوز اللي هو unknown يعني ما نعرف شنو سبب الهايبرتنشن واكو عندي ال اللي... اكو عندي اللي هي السكندري هايبرتنشن اللي اللي هي تقريبا نسبتها خمسة بالمية من الكيسات مال هايبرتنشن تكون سكندري اللي هي تكون سببه يعني معروفة لأغلبها رينيال ارتري ستينوسيس فهسه انا الهايبرتنشن نرجع لموضوعنا الهايبرتنشن راح اقسم راح يسبب لي مرضين بالديسيز هاي لاين وهايبر بلاستيك ارتيريوسكلوروسيس الهي الهي لاين غرب غالبا راح اشوفها بالعدهم بناين هايبرتنشن يعني البناين هايبرتنشن يؤدي لي الى هيا لاين البناين هايبرتنشن يؤدي لي هاي... الى هيا لاين ارتيريوسكلوروسيس بينما المالجنت هايبرتنشن يؤدي لي الى هايبر بلاستيك ارتيريوسكلوروسيس فنجي اول شيء عندي الهاي لاين شنو هو؟ طبعا يقول لك نشوفها بال طبعا اول شيء وين نشوفها بالالدرلي بيشنت كبار السن اللي عندهم هايبرتنشن واللي عندهم كذلك دايبيتك and إيفن non more uh, ااا يعني عند uh, نور uh, nor moten uh, nor يعني حتى العتم ااا uh, يعني ما عتم هايبرتنشن نقدر نشوف عتم but it is more generalized and severe in hypertension patients لكن أكثر شيء نشوفه بالهايبرتنشن ال wall مال ال vessel راح عبارة يكون homogeneous pink hyaline thickening of wall with narrowing of the lumen هنا شنو الميكانيزم شنو هو بالضبط الفكرة هنا انه بالهايبرتنجن غير عندي هسه اوكي لها عندي هسه هذا ال blood vessel هنا بالهايبرتنجن الهايبرتنجن راح يسبب لي راح يسبب لي دمج لهذا الفيزل الطبقة الأنتيمة فمن يصير دمج اكو بروتين يسمونه هيلاين بروتين راح يتسرب لطبقة الانتمة فالهيالين بروتين راح يكون هنا بطبقة الانتمة فراح يسبب لي ثيكنينج بهاي الطبقة وهيالين بروتين بما انه هو بروتين راح يكون يظهر لونه بينك فيصير هيالين ثيكنينج بالوول فراح يؤدي بما انه هيالين ثيكنينج فالثيكنينج انه دائما راح يصير هيك ثيكنينج فراح يسبب لي ناروينج بهاي باللومن مال فانا اكثر شيء اشوفه بمن بالعدهم هايبرتنجن خصوصا اذا يكون بناين هايبرتنجن وكذلك اشوفها بلعتهم دايابتز هاي مهم انه بالهايبرتنجن والدايابتز يكون عندهم وطبعا نوع الهايبرتنجن البناي قلنا راح يسرب بروتين هسه هاي البلاد فيزل هنا هاي بل... هاي البلاد فيزل اوكي هاي بلاد فيزل وهاي اللومن هنا راح يصير دمج نتيجة الهايبرتنجن او نتيجة الدايابتز وكل وحدة الها ميكانيزم يعني مثلا هسه أم ما راح ادخل بتفاصيل المهم راح يصير دمج بهاي الطبقة الانتيمة فراح يجي بروتين يسمونه هيالاين بروتين راح يجي لهاي الطبقة في فيصير ثيكنينج شوف شلون هاي صايرة ثيكنينج بهاي الطبقة نتيجة ال الهيالاين بروتين فيظهر بنك وثيكنينج ويعني في فيسبب لي ناروينج بال باللومن فيسبب لي ناروينج باللومن وهذا تؤدي غالبا الى شنو ال ال يسمونه رحت اديله الى يعني هذا الريديوس بالفيزل كاليبر رحت اديله الى اند اورجان اسكيميا بس هذا يحدث ببطء تمام يحدث الاورجان اسكيميا يحدث ببطء فغالبا مثلا اذا صارت بال مثلا بالفيزل مال مال كدني راح تؤدي لي مرات الى كرونيك كدني ديزيز فهاي سبب انه ليش بالدايابيتس بيشنت او بالهايبرتنشن يؤدي الى كرونيك كرونيك كدني ديزيز سببه انه انه نتيجة انه هاي الفزل صار بها لاين ثيكنينج فصار قلت اللومن اذا البلاد لا قلل هذا الاورجان اذا راح تؤدي الى اسكيميا وهاي الاسكيميا تحدث ببطء فتؤدي الى كرونيك كدني ديسيز بمرور الوقت هاي بالنسبة للهيالون ارتيريور سكلوروسيس عندي بعد شنو عندي هايبر بلاستيك ارتيريور سكلوروسيس إيه هذا يحدث بسفير إليفيشن أوف بلاد برجل لذلك قلت الهايبر بلاستيك ارتيريوس يحدث بالعتهم مالجننت هايبر ياهم يحدث عدما بالعدهم مالجننت هايبر تنجين. بينما الهيالان كان عدهم بالعدهم بناين هايبر تنجن اه نشوفه اه طبعا هنا هناك قلنا انه بروتين تسرب صار ليكج اوف برو الهيالان بروتين الطبقة ما فصار ثيكنينج هنا لا هنا مين اسمها هايبر بلاستيك يعني هنا اه هنا راح يصير هايبرتروفي بالسموث ماسل سيل هنا راح يصير شنو هايبرتروفي اه يصير هايبرتروفي بالسموث ماسل سيل اه اللي هي طبقة الميديا هسه هاي الأنتيما هنا الميديا والأدفنتيشيا ال, ال الخلايا مال ال, ال السموث ماسل سيل مال طبقة الميديا راح يصير بيها هايبرتروفي يعني يزداد حجمها وهايبر بلاستيك يزداد عددها يعني الحجم والعدد هايبرتروفي والهايبر بلايجيا يزداد بالسموث مسل فتؤدي الى ثيكنينج اكيد بالبيزمنت اوف ذا بيزمنت ميمبرين هسا هاي الصوره قاعده توضح هسا هاي هنا شوف هسا هاي سموث muscle سموث muscle سموث muscle هاي كلها طبقه الميديا ازدادت حجمها ازداد عددها الخلايا ازداد عددها وازداد حجمها فصار ثيكنينج هسا هاي كلها طبقه ال... الميديا صار بها ثيكنينج فالبلاد فيزل اكيد راح يصير ناروينج باللومن واكيد بما انه صار ناروينج باللومن اكيد راح يقلل البلاد براي فهذا يمكن يؤدي لي الى يؤدي الى اكيوت رينال فيلر هنا هنا كان بالهايلاين كرونيك لان بطء راح يكون يكون يعني صح اكو بلاد سبراي بس اكو ناروينج بس ناروينج يكون بطء فسيؤدي كرونيك رينيال فيلر لا هنا راح يكون يحدث قلنا بالمالجنت المالجنت هايبر راح يحدث اذا بسرعه فلو من بسرعه راح تتضايق فيؤدي له الى اند يعني اكيوت مثلا اذا صار بالفيزل مارينال يمكن يؤدي الى كيوت رينيال فيلر هسه خلصنا منين من الهايبر تنشن والديسيز اللي يسببها بالفيزل اللي هي قلنا الهايلاين والهايبر بلاستيك هسه عندي ديسيز اخر اللي هو الفاسكولايتس من الفاسكولايتز من اسمها الفاس الفاسكولار معناتها فيزل الايتس معناتها انفلاميشن احنا غالبا من نسمع كلمة انفلاميشن يتبادر الى ذهننا انفكشن اه الفاسكولايتز سببه بس هو يعني الانفكشن مو السبب الوحيد للانفلاميشن لا هنا هو الانفكشن احد الاسباب اه يمكن اسباب اخرى اريديشن ميكانيكال تراما ارثاس رياكشن أسباب أخرى عديدة للأفاسكولايتز uh, Accumulation by deposition from circulation by in situ formation by combination of this mechanical هنا يقولك uh, systemic necrotizing vasculitis هنا غالبا الفاسكولايتز راح يكون necrotizing هنا يعني الفيزا راح يصير بها necrotic او يعني الخلايا راح يصير بها necrotic دهنا هنا انه الفاسكولايتس يعني الانفلاميشن يحدث بالفصل غالبا سببه مو انفكشن ولا اريديشن ولا هذا من الاسباب لا غالبا سببه اميون كومبلكس اند يوزد باي اميون كومبلكس انه يصير نيكوتاتسين فاسكولايتس باي اميون كومبلكس يعني ديبوزيشن اوف اميون كومبلكس يؤدي الى دمج الهاي الفصل ااا طبعا يعني هذا يعني هسه هذا الاميون كومبلكس موجود يعني هو عباره مثلا خلينا نقول انتي بودي وانتيجين موجود بالبلاد فيزل هاي الاميون كومبلكس مثلا انتي بودي خلينا نقول اه فيصير ديبوزيشن بالفيزل فيؤدي لي الى دمج بالفيزل نتيجة أن يحفز لي بقية الانفلاماتوري ريسبون لان الاميون كومبلكس من من مثلا يصير ديبوزيشن راح يحفز بقية الأنفليماتوري ريسبون المونوسايت وجماعتها والماكروفاج والنيوتروفيل وجماعتها Uh, or by combination of this mechanism. the, the classification of systemic uh, طبعا إحنا راح نقسم الvasculitis حسب الـ size of blood vessel. إحنا عندنا blood vessel عندنا large blood vessel و small وsmall medium size blood vessel. تمام؟ فأنا راح أقسمها حسب إنه هذا الvasculitis وين يحدث هل هو يحدث بالlarge blood vessel هل يحدث medium size blood vessel أو small size blood vessel راح أقسمها إلى عدة أنواع. فالكومن تايب بالفاسكولايتس عندي مثلا اول واحد اللي هو بولي ارترياتايتس نودوسا هذا البولي ارترياتايتس نودوسا أه اول شيء خل يعني نفصل الاسم البولي معناتها العديد يعني يحدث مو بارتري واحد لا بالعديد من الارتريات من الارتريات نودوسا هسه نعرف شنو مصطلح نودوسا معناتها أه نودوسا طبعا هو معناتها مثل العقد أه ف ف خلينا نشوف يقول لك هو ذس بالميديا سايز بالميديم سايز تو سمول سايز يعني اغلب شيء يصير بالميديم سايز ارتري انه يتميز انه يصير نيكروتايتس انفلاميشن صوره اه, ترانس اه, ترانس ميورال اكيوت نيكروتايزنج انفلاميشن اوف ذس فيزل اني اورجان اور تشو اوف ذا بودي مي بي افكتد اكسبت اللانك اللانك هي الوحيده هنا مهم ان قلنا انا هو بولي ارتريا تايتيس قلنا بولي معناته يصيب العديد من الفزل يعني مو بس واحد مو مخصوص انه يصير بالرينيال فيزل بالكذا فيزل لا يحتسب اي فيزل بالجسم عدا عدا اللانك هاي مهم عدا اللانك the language it utuses it is primary branches the clinical signs of an septum are related to the vascular involvement طبعا الكلينيكال سايت تختلف يعني مثلا اذا صار هذا الانفلاميشن يعني هذا البولي ارترايتيس صار مثلا بالميزنتريك اه ارتري اللي هي تغذي تغذي مثلا الجي اي تي فراح تظهر اعراض بالجي اي تي مثلا تظهر ابدومينال بين ميلينا اذا مثلا صار طبعا آه طبعا آه اذا صار بالرينيال راح يؤدي لي مثلا الى هايبر تنشن فحسب العضو وطبعا كذلك عندنا سبيسيفيك سبتوم اللي هي ماليجيا فيفر ويكنس ويت لوس اللي هاي تحدث باي انفلاميشن اي انفلاميشن بالعالم عندي هاي السبتوم اللي هي ماليزيا فيفر ويكنس ويت لوس وغيرها من يسمونها نون سبيسيفيك سبتوم او ذا إنفلاميشن بينما بقيه السبتوم اللي هي تكون سبيسيفيك حسب العضو اللي صار به دمج قلنا مثلا اذا صار بالرينال ارتري راح يسبب لي مثلا هايبرتنجن لان يعني يؤدي لي الى نروينج راح يؤدي لي نروينج وهذا النروينج راح يؤدي الى البلاس بلاي للكدني راح يقل فيتحفز النظام اللي نعرفه اللي هو الراس سيستم او الرينيوجيتستين او سيستم وهذا يحفز لتكوين الهايبرتنشن آه هسه بعد هنا الصورة آه توضح لي البولي ارتريتيتس صح؟ مثلا هسه هذا بلاد فيزل هاي اللومن هنا راح نشوف آه هنا شو انفلاميشن هسه هاي خلايا البنفسجية كلها خلايا الانفلاميشن احنا من صار انفلاميشن احنا نعرف انه اي انفلاميشن بالعالم اه اي انفلاميشن اه غير نهايته يصير هيلينج تمام فالهيلينج يكون عن طريق هنا عن طريق الفايبروسيس عندي انواع من الهيلينج فهنا الهيلينج راح يصير عن طريق الفايبروسيس فراح تتكون هنا فايبروسيس اعتقد موجوده بالرسم ما ادري اذا موجوده او لا المهم راح يصير الهيلينج عن طريق الفايبروسيس هنا اه خليني اشرح انه سب سموه بولي ارثرايتيز نودوسا انه شوف احنا عندنا هذا هسه هذا البلاد فيزل هنا صار inflammation تمام في هاي المنطقه صار وص وطبعا بهاي المنطقه مثلا صار انفلميشن فراح يصير هيلينج عن طريق الفايبروسيس تمام يصير هيلينج عن طريق الفايبروسيس بهاي المنطقه صار بها فايبروسيس بينما المنطقه المجاوره لها ما صار بها فايبروسيس تمام مثلا هنا صار فايبروسيس بينما هاي المنطقه ما صار بها فايبروسيس الفايبروسيس معناتها ثيكنينج تمام فمن يصير ثيكنينج آه اذا من البلاس بلاي من هنا يجري البلاس بلاي غير قلنا راح يضغط هنا على الوول فهنا أنا ما راح تنضغط هاي المنطقه لان ثيكنينج بينما هاي المنطقه اللي ما صار بها فايبروسيس ما راح يصير بها ثيكنينج اذا يعني هاي المنطقه اللي ما صار بها فايبروسيس ما صار بها انفلاميشن البلاد فيزر راح يقدر يضغط يعني البلاس بلاي راح يقدر يضغط عليها فيسبب لي دايليشن فراح يكون الرسم هيجي مثلا هاي المنطقة بها فايبروسيس هاي المنطقة ما بها فراح يضغط عليها البلاد سبلاي فراح يصير بها دايليشن هاي المنطقة ما بها فايبروسيس ما راح يضغط بها بلاد سبلاي بينما هاي ما بها ثيكنينج اذا راح يصير بها دايليشن فسموه فراح يكون هيجي مثل يسموها مثل عقد اللؤلؤ فسموها نوداسا فمرات يسم يمثلونها انه string of bears مثل خيط اللؤلؤ هيجي نتيجة انه منطقة بها فايبروسيس ومنطقة آه بها دايليشن للتوضيح هاي هسا عندي نوع اخر من من الفاسكولايتس يسمونه وينر جرانيولو ماتوسيس شو يسمونه وينر جرانيولو ماتوسيس هذا الوينر جرانيولو ماتوسيس وين يحدث بالسمول بلاد فيزل تو ميديوم سايز يعني اوف ذا سمول تو سايز بلاد فيزل بينما ذاك يحدث اكثر شيء بالميديوم سايز هنا يحدث اكثر شيء بالسمول بلاد فيزل أه هنا من اسمه اكو جرانيولوما اكو نيكروتايزنج اكو يعني نيكروتك تشو واكو شنو جرانيولوما أه هنا اكثر شيء باللانك هناك البولي ارتريتس نوزوسا اللانك ما بيها هنا اكثر شيء باللانك ال is one of the trade winner which characteristic by يعني ال winner granulomatous winner granulomatous تتميز إنه أكو نكروتك تشو وأكو أكثر شيء يصير وأكو وتكون يعني مرات تصير يعني بال شوف هنا أكثر شيء والكدني والنيزوفارنكس يعني بهذن الاعضاء الثلاثه يصير يعني عنده وين عده او فاسكولايتس بالفيزل مال نيزوفارنكس وبالفيزل مال لانج وبالفيزل مال فغالبا الاعراض راح تظهر باللانج واعراض تظهر بالكدني واعراض تظهر بالنيزوفارنكس مثلا يجي الشخص عنده هي مبتيسس اعراض بال, بال... باللانج يجي عنده لانج نودولار يجي مثلا عنده هيموتويوريا أعراض باليورين يعني أكو بلاد باليورين فأعراض هاي بالكدني يجي بعد عنده شنو سينسايتز فهاي أعراض بالنيزوفارينجل هنا راح يكون عندي جرانيولوما إبيثيليوس سيل راح أشوف أنها أكو هنا جاي سيل والله جاي سيل يمكن أكو جاي سيل مثلا إذا واضحة بالصورة سيل هنا يعني راح اشوف الجرانيولوما بهذا البلاد فيزل وانفلاميتوري سيل هنا مثلا نيوتروفيل وجماعة lymphocytes epithelial سيل مثلا هذا اعتقد هذاني الابيثيليوس سيل المهم هسا عدي هسا هذا حكينا عن شنو الوينر granulomatosis عبارة عبارة عن هو vasculitis يعني التهاب الانفلاميشن بالفيزر ويا نيكروتيك ويا شنو ويا جرانيولوم ما تتكون وبيا فيزل يحدث يحصل بالفيزر مال نيزو ومال لانج ومال كيدني هسه عندي المايكروسكوبيك عندي شنو عندي هسه المايكروسكوبيك بولي انجايتس المايكروسكوبيك بولي انجايتس هو نفسه تقريبا راح راح نشوفه انه الى تشابهات كثيره

أه هنا أنا اكثر شيء قلنا وين يصير اكثر شيء بالسكن وال والبالمناري ار كومن اكثر شيء هنا راح اشوف انا بال باللانج والكدني والسكن يعني بالنفرتك واللانج يعني اكثر شيء اشوف انا بالسكن واللانج والكدني بينه هناك اكثر شيء اشوفه بالنيزو واللانك أشوفه واللانك والكدني هنا اكثر شيء اشوفه بالسكن واللانك والكدني ما اشوفه انا بالنيزو فارنك. في يصير بالسكن يسبب لي مثلا نيكروتايزنج جلوميرونفرايتس وبالبل مناري كابيلاري كمان لذلك البرزنتيشن يجيني الشخص بما انه يصير عندي بهذين الاعضاء الثلاثة يجيني الشخص عنده هيموبتيسس يعني اعراض باللانك عنده يوريا اعراض بالكدني يوريا مصل بين وكنس بربرا تتكون بما انها اعراض بالسكين. هسه هاي شي يسمونها هاي الميكروسكوبيك بولنجايتس ميكروسكوبيك هسه عندي شنو التمبورال جاين سيل كرينيال ارترايتس هاي من اسمها تمبورال عند التمبورال ارتري اللي هو عباره عن لارج ارتري او يسمونها جاين سيل من اسمها يعني الارتري يكون يكون باللارج ارتري اللي هو التمبورال ارتري هنا اغلب شيء يكون segmented اكيوت اند كرونيك هنا نشوف التمبرال ارتري هنا ال-vasculitis ما راح يكون على طول التمبرال ارتري لا راح يكون سيجمنتد يعني مثلا هاي المنطقه بيها يعني انفلاميشن وهاي المنطقه ما بيها ها مثلا هاي المنطقه بيها هذا المنطقه كلها ما بيها ويجي بعدين بهاي المنطقه فيكون من اسمها segmented من وهنا ايضا يكون جرانيولومايتوز سيجمنتد وجرانيوليتد وقلنا يصير باللارج ارتري خصوصا مال مال ارتري هي مثل التمبرال ارتري والافثالماتيك ارتري صح هم سموها ارتري بس مو بس بالتمبرال ارتري يحدث كذلك يحدث بالophthalmatic ارتري فغالبا هو مسؤول عن ال ارتري يعني يكون منطقه هيك يم الجبهه فغالبا الاعراض الصاحبه اللي عندهم الـ temporal غالبا يكون عندهم headache بما يصير بالـ ophthalmatic artery أيضا غالبا يسبب لي bilateral lynx عمى يعني يصير عندهم visual disturbance بس أبد ما يعني يصير هو بالـ ophthalmatic ارتري temporal وما يصير بالأرتريات مال هارت واللانج كلينكوساين اللي هي بما إنه قلنا بمنطقة التمبرال والأوكسلاماتيك أرتري والتمبرال قلنا يصير يم الجبهة تقريبا فغالبا راح تظهر لي أعراض فيشيال بين هيديك يونيلاترال أند مرات يعني هذا الهيديك يكون غالبا سيفير ويكون يونيلاترال قلنا يصير يصير فول لحظة يقولك لك هنا ذا فيزل مي بي نودولار عن بين فلط وبالبايشن نقدر من يعني من الزماء راح يكون بين مؤلم وغالبا يكون نوديلار هيك ويكون واضح هاي بالنسبه للتينبرال جاين سيل وقلنا هو سيجمنتيد بحيث بما انه هي قلنا سيجمنتد يعني من نريد نفحص تحت التشو ناخذ جزء من ال من هذا البلاد ناخذ جزء كبير ليش لان قلنا هو سيجمنت يمكن ناخذ سيجمنت ما بها هذا هذا الانفورميشن او هذا vasculitis فلازم ناخذ سيجمنت كبيره من الارتري من التمورال ارتري ونف ويعني نفحص كل السيجمنت كل اجزائها لان يعني يمكن موجود بمنطقه ومنطقه ثانيه ما موجود وقلنا الأعراض تكون أعراض بالفيجوال ديستربنس وهيديك وفيشيال بين يعني ضم التمبرال والأوفثالمكي artery يصير به وأيضا يعتبر تتكون الجرانيولوم... الجرانيولوميتر تتكون الجرانيولوميتر نتيجة الانفلاميشن